مقابلة مزيانة، وخا ما كانوش البنات كاملين، ولكن كانت المقابلة مزيانة جيدة في المتناول. يعني واش ممكن نقول انها كانت مقابلة سهلة؟ ما سهلاش بزاف شوية. المهم في دوزيام ميطا ما كانوش البنات داخلين في مورال ديالهم، ولكن دوزيام ميطا الحمد لله قدرنا نتمكنوا وقدرنا نلعبوا مزيان، قدرنا نسجموا مع بعضياتنا في التيران. المهم في دوزيام ميطا كنا مزيان كاملين، كنا مزيان كاع البنات قدموا كاع اللي عندهم، كاع المجهود اللي عندهم قدموه. المهم حنا واحد البنات كنا مورا شويه طايح، اما البنات المهم هما كاملين داخلين في بريمي ميطا كاملين ما عندهمش، عندهم نفسيه شويه طايحه، ولكن في دوزيام ميطا المهم دخلنا الفيسيير دوينا وقدرنا نسجموا وسط. يعني مورا المقابله هذه واش عطى لكم معنويات اكثر باش انكم تربحوا المقابله؟ الحمد لله المعنويه طالعه من شحال هذا، تقريبا راه شي 6 ماتشات اللي ما عرفت 7 لاعبين مزيان تقريبا كاملين ربحناهم الحمد لله، حتى حاجه ما بقات كتخلعنا. المهم تسانا شويه، مشى زعما فات الحال، ولكن كندوي دابا على العام الجاي ان شاء الله، كنتمنوا الصعود العام الجاي ان شاء الله نحقوا الصعود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.